يا الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي مساكم الله بالخير والإيمان، تقبل الله صالح الأعمال، صياما مقبول إن شاء الله، فطورا هنيئا وعافية. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، اللهم مد لنا يد العون، أقبل علينا بوجهك الكريم، انظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة من عندك، ثم لا تصرفها عنا، نستوجب بذلك غفران الذنوب، ستر العيوب، كشف الكروب، شفاء المرضى، من أوصانا بالدعاء والمنظورين وجرحانا وقضاء الحوائج ببركة الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في أرضه، صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين، آمين رب العالمين. المرء يعرف في الأنام بفعله، وخصائص المرء الكريم بأصله، فاصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره، لا تستغب فتستغاب، وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله، وإذا الصديق أساء إليك بجهله فاعفو لأجل الله لا وليس لأجله، مكتوب قد كتب على صفحات الهوى،
قد كتب على صفحات الهوى من يعمل المعروف يجزى بمثله. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح. ماكو استسلام، ماكو انهزامية، موقف صامد، موقف ثابت. فنزل الوحي: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وبعد: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي وغيض الماء. وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس به علم، ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام، اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. انتبه لهذه الآية: تلك من أنباء الغيب، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل،
من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلوا على محمد وآل محمد. المرحلة الأخيرة وفيها بعض الفصول المهمة، وبدأت أنه نزل الوحي من السماء بعد المراقبة الشديدة والمتابعة المكثفة لكل الأحداث ولكل الجزئيات ولكل المواقف، وأيضا مع هذا السماء لاحظت بدقة دور نبي الله نوح في الإصرار في الثبات لمواجهة الباطل ومواجهة الشر، ولكن الشر والباطل باقي على موقفه ولم يتنازل ولم يتراجع. وهذا السماء هواي تراقبه، من الفرد أو الأمة أو الجماعة لما عنده نية للشر أو فعل للشر أو عنده استعداد للشر أو هو في موقف شر، تنتظر منه التراجع، تنتظر منه تغيير الموقف، تنتظر من عنده أن يبدل موقفه خير. وهذا هو موقف السماء دائما، يمهل ولا يهمل، يريد الله عز وجل، يريد من المذنب، يريد من العاصي، يريد دائما من الجاني، يريد منه يغير موقفه، ومن خلال عدة أمور. مرة يخلي له صوت بداخله، تأنيب الضمير، لعله يتندم، لعله يرجع إلى الله، لعله يعترف بخطأه. وهذا صار في قوم يونس، صار الله عز وجل يقول إلا قوم يونس، صار في أمة يونس وتراجعوا وفزعوا كلهم فزعة إلى الله. إيش طلبوا منه؟ التوبة. والله عز وجل راوانا ردت فعله أنه عفى عنهم وسامحهم رغم أنه شنو اعتزلهم نبيهم. فذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. هاي كلها مواقف. هاي مع ذلك قوم يونس الله عز وجل انتظر منهم واتبعوا عالم. العالم قال لهم فرقوا بين الأم وابنها وبين الولد وأبوه، وخلوا الولد يدعي بجهة وأمه تدعي بجهة، والأبو يوقف بكتر يدعي والابن يوقف والزوج والزوجة، وتفرقوا ولجؤوا إلى الله وقلوا لحنا نعتذر، آسفين، غلطانين، وإحنا نريد نرجع لك. واستجاب الله. فهنا الإصرار من نوح، الموقف الأخير من نوح ما زال ثابت، ما زال صامد، هو يمثل الخير، هو يمثل النصح، هو يمثل أنه على النظرية القرآنية. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، في سورة الأعراف، قالوا معذرة إلى ربكم، نبري ذمتنا، نفرغ مسؤوليتنا، ولعلهم يتقون، ممكن يرجعون إلى الله. وإحنا نشوف نماذج عبر التاريخ، الحر يطلع من بيته شايل سيفه يريد يحارب الحسين، بعدين نشوفه ينتمي إلى معسكر الحسين. وهكذا هذه مسألة المجتمع لا مشكلة عنده فيها، لا في التفكير ولا في التطبيق. يعني أنت كمجتمع تفكيرك أنه ممكن واحد يرجع، ممكن يعتذر، ممكن يتندم، هذه مو صعبة ولا ما صايرة حسب التجربة التاريخية والقرآن الكريم والأحداث صايرة. فنوح هذا إصرار، وهي رسالته نوح، نوح هاي رسالته. لكن القوم بقوا مصرين، إصرارهم على الشر وبقائهم على موقفهم، وخلص نظريتهم في الحياة شنو؟
مبناهم في التعامل شنو، مقاييسهم وأدواتهم بيناتهم شنو، هذا فقير هذا غني هذا عبد هذا لا، هذا موقفهم. هنا السماء تصرفت بعد، وأوحي إلى نوح يعني القرار جاء من السماء، يعني مو نوح ردت فعل انه يا رب انا تعبت وبطلت بعد، لا، ولا ردت فعل شال سيفه وراح حاربهم ابدا. هذا الموقف يكشف لنا على ان السماء هي اتخذت القرار، ودير بالك اذا السماء تسبقك بالقرار ترى الموقف غلط بعد ما تلحق، لانه دائما السماء تعطي مجال وتعطي فرصه. شوي اسمح لي، تريدك انت تبادر، قوم يا عبدي واعينك، هاي حقيقة. فالسماء هنا نظرت بدقة، راقبت بدقة، تابعت الموضوع، ماكو مجال بعد. دعاهم ليلا ونهارا، هواي نصاح، هواي قدم، هواي بين، شرح لهم البارحة، يقول ما عندي خزائن، لا انا اعلم الغيب، لا انا ملك، لا أقول هيك، لا أطرد هذا، انطاهم موقف كامل. فأوحي إلى نوح يعني السماء بادرت، يعني الله عز وجل عنده بدل عد التنازل لهاي اللحظة. ودير بالك الله عز وجل من ينطي فرصة ومن يمهل ومن يسامح ومن يعفو، وما أجملها من كلمة لعلي بن أبي طالب للعاصين والمذنبين، إنه يقول الحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر. ترى الله هو يساتر وهو يقعد يسامح وهو يقعد ينطي مجال وهو يقعد ينطي فرصة. هاي هذا شهر رمضان خير دليل. فقوله تعالى من الآية 36 في سورة هود، وأوحي إلى نوح، خلص بعد السماء قامت تبلغ، هو نبي يتبع الإرشاد، هو رسول يتبع البرنامج اللي ينزل له، لا يتصرف زايد ولا ناقص، عنده برنامج يمشي عليه. وأوحي إلى نوح، واحد، شوف الموقف النفسي والاجتماعي، أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ذولا اللي انتموا لك وصاروا وياك بعد ما يزيدون، هذا واحد، فلا تبتئس، لأن هذا ترى الموقف مو سهل، هذا الموقف في غاية الصعوبة، إنه الفلاح يصير عنده خبر إنه زرعة ما بي ثمرة، شو يسوي بهذا؟ الطبيب والمريض ما تنجح عمليته، المعلم المجد الرسالي والطالب يرسب، التلميذ يرسب، وهذا حتى على كل التطبيقات، الأب ويا أسرته، مدير العمل ويا العمال، هاي دائما دائما تسبب أثر نفسي، ماكو استجابة. لذلك القرآن من يتكلم لنا عن نبينا الخاتم محمد، في أكثر من مورد بين لنا الموقف أحبائي، واحد، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أكو أثر تعب. بعد في آية أخرى، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، راح تهلك نفسك وهم شنو ما يستجيبون، راح تهلك نفسك إلى حد الهلاك وهم استجابة ما عندهم. هذا مو سهل أحبائي، واحد يتعب وينصح ويبذل، وهاي هاي مرات أنا تلوحنا بعض المقاطع توصلنا من بعض الناس أصدقائنا، يودوننا بعض المسائل اللي بيها شوية خصوصية للمجتمع تخلينا ندرس الحالة. مثلا عامل بلدية يصورونه يكنس، بس يتعب ليش؟ لأنه بكلامه يبين البارحة كانس، هو البارحة منظف، بس اليوم الوصاخة يا جماعة حكي بيناتنا مو ما اليوم، اي والله هاي لو جيش نازل هنا مزبل فد ألف واحد، لو هو هذا المجتمع، هي هاي حقيقته، هي هاي طبيعته، هي هاي أخلاقه، هي هاي تصرفاته. فعامل البلدية يكنس ويتعب ويجي يلقاها نفس الزبالة، هسه هذا كم دوب يتحمل
ومن الدولة تطي راتب كأنه سائل قوت علي مثل ناقوط الحب تطي. هذا هواي يتعب، الأب في البيت يتعب على عياله ويلقى كل شيء، الزوجة تخدم بالبيت تنظف تطبخ، ويجي أبو زيد الهلالي لعب النفس الأكل وما أدري شنو. هذا هواي تأثر نفسا في البيت في الشارع في المدرسة في العمل في كل أمور حياتنا، هاي تسبب أثر نفسي. لذلك الله عز وجل قال له ترى بعد ما حد يؤمن وياك فلا تبتئس، شوية حافظ لي على جوك وحافظ لي على اتزانك وفوض أمرك إلي، لأن هذا الكلام هواي بيدقة. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، ترى ردود أفعالهم راح تزيد راح يستهزئون، استعد للجاي. الله، هاي خلي لك استعداد جديد للمرحلة القادمة. المرحلة القادمة راح تكون أشرس، راح تكون أصعب، راح تكون يعني إحنا خل نطلع بنتيجة، نطلع بنتيجة من القضية اللي انطرحت ليلة أمس وإلها جو عام صار ورأي عام، وأكو ردة فعل من البرلمان أنه طالب إلغاء هذا المسلسل اللي بإساءة إلى مذهب وإلى تشيع الإسلام وإلى حقيقة هاي الناس الواضحة بمواقفها الطيبة. صار موقف زين، بس احنا نريد مو مثل هذا العلاج اللي يعطونه للمسخن بس يخفضون حرارته ويسكنون ألمه، لا، خلي يعطون انتبايتك. الانتبايتك لمن؟ سبب الحمى شنو؟ سبب الوجع شنو؟ سبب الألم شنو؟ هاي القناة تحاسب، المخرج يحاسب، المؤلف يحاسب، حتى بعد لا تعاد الكرة، لأن أنتم شفتوا أكو لون من الاستفزازات يتكرر بين فترة وفترة، مثل حرق القرآن، مثل التجاوز على مراجع الدين، مثل التجاوز على مقدسات المذهب، وهكذا هاي تتكرر دائما. بس إذا مجرد بس تطيب خاطر وردود أفعال بسيطة ما تعالج السبب وما تعالج العلة، هاي ليش؟ هاي ليش هاي التصرف صار؟ ممكن يزيد أكثر بعد، لأنه هاي القضية إذا نحطها بالميزان وبالتحقيق نلقاها خاضعة لمؤامرة ولتخطيط ومدروسة، وممكن باكر عقبه يصير الأشد. فلذلك كون واحد مثلا يحط لها سبب ويوقف على السبب، وهاي يكون المعنيين. احنا البارحة طالبنا المؤسسة الدينية وشفنا اكو ردود افعال لحد اليوم طفحت على السطح، موقف من البرلمان، موقف من الوقف الديني، المؤسسة الدينية ننتظر منها موقف. هذا يخلي حد لهاي التصرفات، لان تتعالج الاسباب مو بس تتعالج النتيجة. ولا أنا أحط لك مي بارد أخفض حرارتك، أعطيك مسكن أخفض حرارتك، أعطيك علاج يخف ألمك، بس هم يرجع لك الألم إذا ما أعطيك مضاد حيوي، إذا ما أعطيك انتبايتك. فلذلك نوح عليه السلام الله يقول له الجاي أصعب، الجاي راح يصير أشرس، لأن هذولا بعد ما يطلع منهم مؤمن. ولذلك تسمع في سورة نوح يقول ربي اقطع نسلهم، ربي ذولا بعد لا تخليهم يتكاثرون، فإنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا. شوف شلون طلب من نوح، ذولا قال ربي من ينتشرون راح ينتشر الفساد، من ينتشرون راح ينتشر الفسوق، فذولا بعد لا تكثر ذريتهم، لا تخلي منهم يصير تكاثر بعد، لأن السماء بلغته أنه ما يطلع منهم مؤمن بعد. وهاي شوي انتبهوا أحبائي، هذا فرد لون من الخطاب ولون من الكلام بين الله وبين نوح. وأوحي إلى نوح، هذا الوحي بين النبي وبين الله عز وجل، والنبي عنده قاعدة مستقرة في قلبه الله عز وجل يخاطبنا بها بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله، فرض الله، قضى الله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هذه قاعدة،
الله مبلغ بيها الأنبياء، وحي بينما بين الله النبي وربه. فلذلك نوح اجت هذه الآيات تطي موقف السماء، وبدأ التفصيل بعد واصنع الفلك، قضية كبيرة، ما قال له اصنع السفينة، لا لا اصنع الفلك، لأن المشروع كلش كبير وموضوع عظيم وفوق طاقة الناس. بأعيننا الردة تحت المراقبة، تحت المتابعة. تدري أول ما بدأ الصنع شلون؟ أول ما بدأ الصنع زرع الأشجار، لأن هذا الخطوة الأولى، بعدين قطف الأشجار وترتيبها على أن تكون خشب للسفينة، بعدين بناء السفينة. ذني مراحل هواي، ولذلك كانت النتيجة شنو؟ كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، لأنه عادة السفينة تنبني بصف الشط بصف الماء، واللي يبني سفينة ما يبني سفينة إذا شنو يكون أكو ماء موجود. زين نوح يبني السفينة بالصحراء، شلون ابتلاء هذا؟ شلون امتحان يبني السفينة بالصحراء؟ قال له أنت بنيت السفينة، كان ماء وينه؟ هذا أسلوبهم وتعاملهم وياه، وهذا شيء يخلي موقفهم يبقى على ما هو عليه. ونوح يتعامل بعد مع موقفه بما عنده من عقيدة وإيمان، فقال الوحي اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، لأن هذا مشروع كبير ومشروع إلهي. شوي انتبهوا لي أحبائي، يعني شوي خلينا نتكلم بلغة أخرى كن أنا وياك نستفاد من عدها. يعني مو هينة على الله أنه راح يهلك الناس، شوية تأمل بيها، مو هينة على الله أنه الناس راح تروح نسبة كبيرة من عدها، هذا مو سهل. الله خلقهم، إذا هو الله يقول للنوح فلا تبتئس، شوية موقفك خليه أقوى لا تتأثر، كان اللي خلقهم واللي صنعهم واللي رزقهم واللي دبرهم واللي رزقهم واللي كبرهم الله عز وجل، شلون الموقف ويا رحمته؟ فليس سهل. فقال له اصنع الفلك بوحينا وبأعيننا شوي، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. الموقف صدر، القرار صدر، ونوح يبني السفينة ويصنع الفلك، اجت على نحو الفعل المضارع. شوف مو صنع الفلك، مو سيصنع الفلك، لا تقول يصنع، يعني يعمل، وما زال يعمل بمراحل البناء، الزارع ثم النجار الخشب ثم بناء السفينة، ويصنع الفلك. وكلما مر عليه من قومه، هاي المواجهة أحبائي، يعني اليوم أنت تقول الواحد تعال صوم، ترى الصوم به فايدة صحية إلك، ترى الصوم به شنو؟ برحمة إليك، بتوبة إليك، توجهها بالأمر بالمعروف عن المنكر، وأنت صايم وهو يمر من يمك فاطر يومية ويستهزئ بيك، يقول لك يخلي الصوم يفيدك، إيه يلا أنا اليوم فاطر، ويشرب ماء قدامك. عندنا هيك صليفين بالمجتمع؟ لو ما عندنا موجودين، غمض وشمر حجارة طي على واحد، موجودين يستهزئ بيك وأنت تصلي، يستهزئ بيك وأنت تصوم، يضحك يقول لك شوف هذا كل عقله يصلي ويصوم. هاي هذول اولادنا، ذول بناتنا، ذول اللي رباهم الانترنت وربتهم المسلسلات وربتهم الافلام وربتهم هاي المؤسسات المسؤوله عن الازمات والفتن، اللي هاي الحرب البارده، اللي هذا الصنع في داخل المجتمع. هذا انت شقد تقاومه؟ شلون موقفك وياه وانت صايم يمر من يمك فاطر يستهزئ بيك، وانت تصلي ويفوت من يمك مفتح غناء ويضحك عليك وانت تصلي؟ ايش قد يراد لك قوة قلب وإرادة دينية وعلاقة مع الله؟ شو تخليك انه موقفه غلط وموقفك صح؟ يعني ما تزلزل، يعني ما تضعف، يعني انت صح، لانه جاي يجيك بقمة البلاء بشدة الامتحان، هو فاطر وانت صايم ويضحك عليك، هو ما يصلي وانت تصلي ويضحك عليك، شلون موقفك هنا؟ تثبت على دينك؟ هذا من مصادق القابض على دينه
كالقابض على جمرة. بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا، فطوبى للغرباء. فمو سهلة، نوح بما عند من علم غيب، بما أوحت إلى السماء، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. تقول الروايات الاستهزاء كان بأبشع الصور، تقول الأخبار أن السخرية تعرف يعني يضحك على المقابل، يستهزئ بالمقابل. حتى بعضهم كان من يجي يستهزئ بنوح، شوف هسه تشوف أب جايب ابنه للمجلس، تشوف أب جايب ابنه للمسجد، هذا لون من التربية يسمونه التربية العملية، مو التربية النظرية. سواء قاعد بالبيت يبوا على أفلام كارتون ويحكي له على المسجد ويحكي له على المجلس ويحكي له، هذا نظري. بس من يجيبه ويشوف الناس قاعدة، واحد على المنبر يتكلم، اكو منبر، اكو فوقه واحد، جوه واحد، صوت، هدوء، قداسة، هيبة، كثير من الأمور موجودة في الموضوع. هذه تربية عملية، هاي مو تربية نظرية تحكي له، هذا تتعب ويا مرة مرتين، خصوصا إذا وجد شيء مناسب، شيء طبيعي، شيء معتدل، بمقدار معتدل به. لا، الأمور طيبة، تربية عملية، قاعدة حتى لو ما صايم وهو طفل، علم اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وفطور وسحور. شوف شلون ينشأ. كان الأب في زمن نوح يأتي بابنه ويسخر من نوح. على شنو يربي؟ على شنو يثقفه؟ على شنو ينشئه؟ وهذا اللي استمر أجيال. ليش نوح يقول له فإنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا؟ ليش؟ لأن هذا البيئة، البيئة هيك. شقد شفتوا هسه أنتم في زمانكم أطفال وبنات وأولاد ضحية فسوق، ضحية عصيان الأسرة، ضحية البيئة الملوثة، كاللي هسه أطفال يبيعون مخدرات، أطفال يشترون وينقلون خمر، أطفال يرقصون ويغنون، والغناء حرام والرقص حرام، وأموال الغناء وأموال الرقص سحت، حالها حال الربا، حالها حال الأموال المحرمة. اشقد شفتوا الآن في عالمكم وفي مجتمعكم وفي بيئتكم أكو من قاعد يثقف فيك، هذا ايش راح يسوي؟ أطفال ما لهم ذنب، إذا كان رب البيت بالدف ناقره، أطفال ما لهم ذنب. أكو أولاد وبنات ضحية اليوم أنترنت وضحية مجتمع يشتهي ويستحي، عجيب غريب، مجتمع يشتهي ويستحي، ساعة يدق ويرقص، ساعة يلطم، ساعة ما أدري شو يسوي، عجيب غريب. بعض الناس عندك شو تريد ما تدري، هاي الإزدواجية شو تسوي؟ هاي الإزدواجية إذا شفتها وشفته يقرأ قرآن ويلطم ويرقص ويلعب ويحاضرهن كلهن، قول هذا من رأسه إلى رجله نفاق، من رأسه رجله نفاق، لأن هاي الإزدواجية، الإزدواجية تخلي الإنسان بهالشكل. فهذا الأب لما يجيب ابنه ويستهزئ بنوح ويسخر من نوح، وشي يقول لابنه وهو يمشي؟ إذا تكبر دير بالك تتبع نوح، يوصيها الوصية. شايف شلون تربية؟ فهذا الموقف سخروا منه، ترى كان في غاية الشدة وكان في غاية الألم. وأنا أعطيك مثل حسي الآن، أعطيك مثل حسي، أولادنا بناتنا يتأثرون بهاي المسألة، رجال نساء يتأثرون. خل واحد يوقف يمك بينك ما بين الله ويباوع لك من فوق لجوا ويضحك، شي يصير بيك؟ لا والله، شي يصير بيك؟ يباوع لك من فوق لجوا يضحك ضحكة خفيفة ويروح. أو اثنين يوقفون يباعون عليك يهزون يديهم ويرحون، شي يصير بحالك؟ شلون موقفك؟ هسه شوف القرآن شي يقول، كلما مر ملأ من قومه سخروا. وهو نبي، أقدس البشر، أحسن إنسان بزمانه، أفضل شخصية بحياته، القمة، هو النبي، محترم، علم، فهم، وعي، دين، إيمان، عقيدة، تربية، أخلاق. شوف شوف، نبي، تتكلم عن نبي، نبي بعد خلص رسول،
ومن أولي العزم وبكى وسمى الوقت والزمان نوح أثرة بكاء على القضية هذا بهالشكل. لعد شوية خل نفهم هاي المسألة، لعد مشروع الله إش قد غالي، مشروع الله إش قد يراد له ثمن، لعد حتى حكم الله ينفذ في الأرض إش قد يراد له بذل جهد. لذلك دين محمدي لا يستقيم إلا بقتلي، شوف هذا ثمنها. فكلما مر عليه ملأ من قومه، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. نوح شقله ردة فعل عجيبة غريبة، ردة فعل مال واحد متزن، ردة فعل مال واحد واعي والمشكلة كلها محتويها جوا إيده مسيطر. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. ليش؟ كما تسخرون، هي هاي الحياة، الدهر يومان، يوم لك. أمير المؤمنين عنده كلمة يا ريت تحفظها بعض الناس وتطبقها في بعض المجالات، شو يقول؟ يقول يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. وهي راح تصير معادلة الله عز وجل يشفي بها الصدر. ولذلك احنا ندعو لإمامنا المهدي هذا الدعاء، اللهم اشف صدره، طيب جرحه، سكن ألمه، اكشف كربته، ارحم غربته، لأن ذن كلهن عايش. نوح لبث في قومه 1050، إمامنا صار له 1200 سنة وأكثر، هو في ألم، هو في حزن، هو في شدة، هو في كربة. أنا وياك يوم يومين نجزع، أنا وياك يوم يومين ما نتحمل. لذلك كنت التفت لهاي المعادلة اللي يحملها المؤمن، اللي يحملها الإنسان المنتمي من الله مع الله. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. هذا للمستقبل، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا، أحبائي هذا كله وبعده ساعة الصفر ما صاير، هذا كله وبعد الأمر ما مباشر، هذا كله سجال، هذا كله استهزاء، هذا كله سخرية، هذا كله مواجهة. زين نوح نبي، الوية نوح شلون صمدوا، أتباع نوح شلون تحملوا. ما يقول لنا التاريخ أن واحد من أتباع نوح أيس وانهزم، لأن كانوا يشوفون قائدهم، كانوا يشوفون رمزهم، كانوا يشوفون العمدة مالتهم شلون صامد وشلون ثابت. وفرد شيء صار في ذاك الوقت قبل لا يفور التنور، من قد ما استهزئوا بنوح أجلكم الله حولوا السفينة إلى بيت خلاء للمدينة كلها، القوم كلهم صغار كبار رجال نساء قاموا يتكرمون بالسفينة حتى امتلأت. تاريخ يقول امتلأت. زين قرب الموعد، أمر الله راح ينزل. نوح عنده علامات، وهاي فارة التنور بيها فرد شغلة شوية مثل النتلة إلي وإلك، فرد شي فزعنا أنا وياك. إذا الشمس كورت كورت، شمس تطفى الله يقول اطفي، إذا النجوم انكدرت حالة هذا القلوب يطفى. بس شلون إذا البحار سجرت، شلون المي يصير تنور؟ هذا شيء يلفت النظر، هذا شيء خارق للعادة. العلامة مال بداية الطوفان وأن الأمر راح يجي، التنور اللي بالنار وبالخبز وبالحطب منه يطلع الماء. فرد شغلة غريبة بعيدة. ولذلك كان نوح وأتباعه أكو تنور يجون يراقبوه، يشوفون بدل الرطوبة بي بعد الماء طلع من يمه، لأن هذا معناته شنو؟ إذا طلع الماء من التنور يعني روحوا وركبوا للسفينة، روح استعدوا، لأن راح يجي الماء من مصادر، الأرض تطلع عيون الماء، البحر يجي يصب الماء، والسماء تمطر مثل ما سمعنا، يا أرض اقلعي يا سماء واستوت على الجود. جاي نشوفكوا علامات.
فقضية هواي بها اختبار، هواي بها اختبار. الآن أنا وياك إيش قد نعيش محنة وشدة حتى تجي تزرع الأمل مثل ما راح نشوف بعد كم ليلة بأن الإمام المهدي موجود وراح يظهر. إيش قد قضية لازم تعبر مرحلة الإنكار ومرحلة التشكيك وتهيئ الناس يكونون مستعدين بأوج مراحل الاستعداد حتى من يطلع يلقى له ناس تستقبله وناس تكون بخدمته، مثل ما نقرأ في دعاء العهد: واجعلني من الساعين في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره. مو شغلة سهلة هاي. فهنا قبل لا يفور التنور السفينة امتلأت نجاسة. شلون؟ هذا بعد مو شغل نوح. حتى نعرف اكو امور مسؤوليتنا، اكو امور مو مسؤوليتنا، هي على الله. الله هو ينصر دينه، الله هو عز وجل ينصر اسلامه، الله عز وجل هو ينصر اهل البيت. حتى نعرف ان موقفنا ويا الله شلون يترتب. تتمرض الناس ويصابون بمرض جلدي، وهذا المرض الجلدي لا علاج له الا هاي الماده النجسه بالسفينه، وإذا بهم غصبا عليهم ورغبا عليهم يروحون ينظفون السفينة، لأن الله عز وجل يريد يهيئ الأمور بحكمته، الله يريد يهيئ الأمور بجلالته. زين، إحنا شلون هذا نبي ومسجون ومسجون ظلم، فشلون يطلع؟ لازم الملك يشوف رؤية، ولازم الملك من يشوف رؤية تعجز الكهنة عن تفسيرها، ومن تعجز الكهنة عن تفسيرها أكو قاعدة عندهم أن رؤية الملوك ورؤية الآلهة مو رؤية مثل أي واحد، يراد لها اهتمام دراسة. وإذا سجين ينطلق صراحة بسبب رؤية يقولهم أنا أدليكم، أنا أدليكم على واحد يفسر لكم الرؤية ويفسر لهم الرؤية، وهذا تفسير الرؤية بجانب موضوعي منطقي، يراد له فعلا وضع النقاط على الحروف. ينبهر الملك بتفسير الرؤية، يقولهم جيبوا لي اياه. قال له لا ما اجي، بريني من التهمة اول مرة والنوب اجي، انا موضوع بالسجن متهم. لطيف، انا التقيت بشخصية قبل مدة انسجن، قال انا رادوا يطلعوني بكفالة، ما طلعت بكفالة، لا ثبتت براءتي يلا طلعت. شيء جيد انه انا تثبت براءتي من اطلع بكفالة، يعني مو بريء انا، بعد هي التهمة راكبتني. فموقف يوسف قال له بريني وانا اجيك، فعلا براه واجى وحط له النقاط على الحروف، لان الله يريد مشروع نبيه يمشي صحيح. الله قاعد يريد المؤمن لازم هيك يصير بهالشكل. فنوح عليه السلام الله عز وجل هو خطط له. شوف سمعنا قبل شوي: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. مي ماكو وبالصحراء، وهاي الأمة هيك تجي تحط النجاسة في هذا المكان، لا، الله شال الحمل كله. إن تنصر الله ويثبت أقدامك، من كان مع الله لن نكون نحفظهن. فلذلك جاء أمرنا، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. هنا اجى التوجيه الالهي لما بعد الطوفان. كل الناس وكل المجتمعات منتأرخ تأرخ هكذا: ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان. هذا الموضوع ببداية للبشرية وبمرحلة تغيير واسع للبشرية. ليش؟ لانه احنا راح نشوف. شوف: حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أكو من عيالك أحملهم، إلا من سبق عليه القول. هاي إشارة أنه أكو كلمة سر بين الله وبين نوح، أكو اتفاق بين الله وبين نوح أنه اللي راح يصير شنو. إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا، حط إشارة نوح للركوب بالسفينة، وقال اركبوا فيها. عجيبة هاي الآيتين أحبائي، هواي توقفنا أنه كل شيء بدون الله ما إلى قيمة، كل شيء ما يبدأ ببسم الله على تعبير الرواية فهو أبتر.
أن اسم الله هو السر في التوفيق والسر بالبركة والسر بالنجاح. شايف شلون أكو إرشاد وتأكيد على أنه ما تأكل اللقمة إلا تقول بسم الله، ما تشرب الماء إلا تقول بسم الله، أنك تبدأ بالله، لأن هذا فرد لون وبإشارة على أن كل شيء بدون الله لا قيمة له. بسم الله مجريها، رغم توفر الظروف والعوامل المساعدة وبناء السفينة والبحر، لكن بقى نوح أمله بالله وأن الله هو المبدئ وهو المعيد. بسم الله مجريها ومرساها، انطلاقتها ووقوفها. إن ربي لغفور رحيم. الله يا أرحم الراحمين. شو قلت له أنت في دعاء الافتتاح الليلة؟ أيقنت أنك أنت أرحم الراحمين. وين؟ في يا موضع، في موضع العفو والرحمة. هاي الإنسان كن يتذوق رحمة الله عز وجل، ورحمة الله الله عز وجل ما بخل بها، سبقت رحمته غضبه، كتب على نفسه الرحمة. شوف هذا الجو اللي يعيش به الإنسان الصالح، هذا الجو اللي يعيش به الإنسان المؤمن. جرب توقف بالصلاة قل له إلهي أنا متعرض لرحمتك ارحمني، وإنت بالصوم قل له ارحمني، لأن أنت في ميدان الرحمة. الله عز وجل لا بخل في ساحته، أرحم الراحمين. فهنا إشارة واضحة، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ثم تصل إلى نقطة حساسة لا يسعها المقام، بس أنطيك إشارة بها، وإن شاء الله باكر يمكن نختم الفصل الأخير في هذه الحادثة وفي هذه القصة العجيبة الغريبة. يعني هذا التعب وهذا الجهد وهذا البذل، وتسعمية وخمسين سنة ويا قومه، زوجته راحت ويا الكافرين، ابنه راح ويا الكافرين، هذه هل تحتمل؟ شوف هاي شقد بيها صعوبة، بيها حرج. وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه، يعني ابنه ما ركب، وأثناء الموج يعني ما كان من المقدمات، لأن القرآن يقول إلا من سبق عليه القول، وأهلك إلا من سبق عليه القول. ابنك راح يصعد، سام يصعد، حام يصعد، يافث يصعد، بس كنعان ما يصعد، هاي مو سهلة. قل لي إذا ابنك ما يطيعك بينك ما بين الله شي يصير بيك؟ ما يسمع كلامك، تقول له تعال يقول لك ما أجي، اقعد ما أقعد، قوم ما أقوم. بينك ما بين الله يا أب إذا كان ابنك يعصيك في أبسط الأمور، مو فقط في أصعب، في أبسط الأمور، شنو موقفك؟ حرج، حرج. إحنا بشر، والأنبياء بشر مو ملائكة، والأنبياء ما جايين من كوكب آخر، دم ولحم، إنما أنا بشر مثلكم. بس باوعولي المحنة نوح الأخرى وشدة نوح الأخرى، وهو في أحلك الظروف، والناس بالسفينة، والحيوانات يعني الحيوانات استجابت، احمل فيها من كل زوجين اثنين، ابنه ما يصعد. القضية وين؟ الله يقول عد الضابط الدين، مو العلاقات الاجتماعية. الضابط عد الدين مو العاطفة، الضابط عد الإيمان. وراح نعيش ظرف آخر ومثل آخر، هذا فرعون وزوجته مؤمنة، وزوجته إنسانة صالحة في بيت طاغي، في بيت مجرم، في بيت عنوان للفساد، إن فرعون علا في الأرض وكان من المفسدين. زوجته مؤمنة، وهذا نبي لبث في قومه 1050. تعال اسمع الكلام، الكلام شوي بإشارات يسميها اختبارية، باكر نوقف عدها في مورد اجتماعي ونفسي. يا ربي إن ابني من أهلي، هاي إشارة اختبار إلي وإلك. نبي أنت تتوقع مرات نبي يصير عنده غلط؟ لا، دير بالك هذا اختبار، لازم يؤول هذا الكلام. فإذا
الموقف وصل إلى حالة في غاية الحساسية وفي غاية الحرج. شلون راح يصير الموقف؟ هذا ابنه وما أطاع وقدام الناس وصار مضرب للمثل. فهذه من أشد الاختبارات للمؤمنين، وهي فتنة للناس جميعا. شنو الموقف راح يقولون؟ ايش راح تفكر؟ نوح غلط؟ ايش راح تحتمل في قلبك؟ انه النبي عنده غلط؟ ايش راح تفكر في داخلك؟ لا، ارتقي، اصعد، قول الله عنده ضوابط، الله عنده مقاييس صحيح، الله عز وجل عنده. وهذا اذا اتفقنا عليه يعني هواي نبر ساحة الأنبياء من أمور كثيرة أنا وياك نبتلي به، أنا وياك نمتحن من عدها. تعال إلى الحسين عليه السلام، تعال إلى المدرسة التربوية، تعال إلى الإمام الحسين اللي يسمي جون ويسمي الغلام التركي ويسمي البلقين أسرتي، ألا وأني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. أهل البيت هم سفينة نوح، نفس الموقف، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. تشوف الإمام الحسين يوقع علي الأكبر يحط خده على خده، ويوقع جون يخلي خده على خده، يوقع القاسم يخلي خده على خده، ويوقع الغلام التركي ويخلي خده على خده. ايش قال الغلام التركي؟ من مثلي والحسين واضع خده على خدي. هاي غير صورة، هاي الأبوة، هاي الأبوة. وتدري انت الحسين قبل شهر اكثر من واقعة الطف يقول كأني بأوصال تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبة، لا محيص من يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. تجي إلى هذا الموقف البطولي، القرآن الكريم يقول اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. أخ يقتل أخوه حتى يعيش وجاهه بالدنيا، حتى يعيش شوية سمعة بالدنيا، يصير لفرد منزلة بالدنيا. أبو فاضل لا، عطشان، يقول كيف أشرب وأخي الحسين عطشان، يا نفس من بعد الحسين هوني. الله، شنو هالموقف؟ شنو هالتربية؟ هاي تجربة أحبائي، تجربة ودروس عملية. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده، إن كنت لا تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بار. شوف شو يقول، هيهات بعيد، ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقيني. لذلك الحسين رجع من أبو فاضل محني ظهر مكسور. الحسين رجع، وهذا مو سهل أحبائي، احنا نتكلم عن إمام معصوم. الإمام المعصوم هو القوة، هو العزة، هو الوتد، لكن السوى بأبو فاضل. ليش؟ لأن أبو فاضل نموذج فعلا إذا غاب يكسر الظهر، فعلا إذا راح ينحن الظهر. ولذلك الحسين لما شافه صريع إيش قال؟ أين تفرون وقد كسرتم ظهر، أين تفرون وقد قتلتم عضدي، أين تفرون وأنتم فعلتم بهذا الفعل. لما رجع الأخت الله يقولون شافته محني الظهر، عرفة المصيبة زين، من شافته مدنك، ها أخي أبا عبد الله رجعت وحيدا، قال أخي يا زينب لقد تركت العباس على نهر العلقم، تركت صريعا مقطوع اليد والسهم نابت بالعين، ها
هذه المصيبة بقت ويا زينب في أكثر من مقام. ذيك الليلة زينب ليلة 11 لما شافت الخيل شنو سوت والقوم شنو نهبت وما جرى عليها يا تقل ابو فاضل تقبل يا قمر عدنان ذاتك تقبل يا قمر عدنان ذاتك تنام وسلى بالعسكر خواتك إذا أكون لأبو فاضل إذا أكون تنام وسلى بالعسكر يا خوات. بعد ايش قالت له زينب؟ ما تطلع اذا ما تحكي ويا ابو فاضل، بيناتهم عهود بيناتهم مواثيق. خويا تعنيت ليك تعنيت لك يا ابو المروه، ابو فاضل تعنيت لك يا ابو المروه اخويا انا جيتك مشي والنفس قوه، انا جيتك مشي والنفس قوه اعاتبك يا من خوتك خوه، اعاتبك يا من خوت يوم 11 زينب تريد تطلع بس ما تطلع شلون بدون عتايا. مربي حاد الضعان عباس مربي، والله مربي انا مالي قلب امشي وخلي. يا عباس مربي مصعب شيب ودها وحق اللي شطر مرحب وابن ودها مربية لأصعب من الموت. ودها يا عباس جبت زينب دقوم اليوم. ودها يا لابن زياد يردوها السبية يا الله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أحبائي عندنا مرضى وعندنا حوائج، عندنا سجناء مظلومين أسرى، مجتمعات كثيرة بحاجة للدعاء. نقرأ الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. إلهي بفاطمة وأبيها وبالها وبنيها
والسر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، واهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم آمن المسلمين والمسلمات في أوطانهم. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. أهلنا في فلسطين في غزة، فرج عنهم يا الله وانصرهم يا الله. في سوريا، في لبنان، في اليمن، في السعودية، في البحرين، في كل مكان. اللهم اجعل بلدنا آمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، من أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكد. اللهم بحق محمد وآل محمد اجعلنا في هذا الشهر من الصائمين ومن المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الكريم. نقرأ سوية أحبائي: يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليه، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك رسولك. اللهم عرفني نبيك رسولك، فإنك إن لم تعرفني نبيك رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، لا تجعلنا أسارى في أيدي الظالمين، ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، ملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأحسن عواقبنا يا رب العالمين. اللهم شافي كل مريض، من أوصانا بالدعاء والمنظورين وجرحانا. أحبائي، أكو مرضى حالتهم شديدة، أكو مرضى حالتهم صعبة. إلهي، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، يا الله
اللهم شافي كل مريض من أوصانا بالدعاء والمنظورين، اقضي حاجة كل محتاج، المحرومين من الذرية، اللهم المسجون ظلما اطلق صراحة، الأسير ظلما فك أسره يا رب العالمين. طلبوا حوائجكم أحبة، قدموا حاجة إمامكم، اللهم اشف صدره، طيب جرحه، سكن ألمه، اكشف كربته، ارحم غربته. دعاء لوالديك بارك الله بيك، اطلب لك حاجة لمؤمن جارك رحمك صديقك، ونسألكم الدعاء. يوفق الساعين المؤسسين جميع الإخوة العاملين.